إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، إن الله هو الرازق ذو القوة المتين، ولأنه رازق وضع قواعد ثابتة نجدها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لزيادة الرزق، فالذي يرى أنه لا بد من أن يزداد رزقه عليه أن يسلك القواعد التي شرعها الله عز وجل، لا أن يسلك طريقا آخر، لأن هذا الرزق إما أن يكون وفق طريق غير شرعي يسمى رزقا حراما غير مشروع، يسبب تدهور الإنسان في الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون رزقا حلالا يسبب للإنسان سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، القانون الأول تقوى الله عز وجل أي طاعته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحيانا كلمة مخرج توحي أن الأبواب كلها مغلقة، فحينما يتساءل الإنسان من أين المخرج، لحكمة بالغة بالغة يغلق الله جميع الأبواب ويفتح باب السماء حتى يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن كان يعاني من ضائقة مالية وهو مقيم على مخالفات شرعية، الحل الوحيد أن يتق الله فيزيل كل مخالفة ويأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. وهذه الآية: زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق، لأنها السهم الأخير في حل مشكلات الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضائقة، يجعل له مخرجا من الضيق المادي، يجعل له مخرجا من الضيق المعنوي، يجعل له مخرجا من الإحباط، يجعل له مخرجا من مشكلات قد لا تحل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا قانون أول. أما القانون الثاني، الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنت حينما تتوكل على الله لا بجوارحك تسعى جاهدا للأخذ بالأسباب وبعدها تتوكل على رب الأرباب، تسعى جاهدا لإغلاق كل ثغرة في حياتك وبعدها تتوكل. لذلك الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن الله جل جلاله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن المسلمين حينما ضعف عندهم الإيمان بالله وحينما تخلفوا عن فهم حقيقة دينهم جعلوا محل التوكل الجوارح، مع أن محل التوكل هو القلب، أما الجوارح ينبغي أن تتحرك. لذلك رأى سيدنا عمر أناسا يتكففون الناس في موسم الحج، فسألهم: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أيها الإخوة الأحباب، قانون ثالث لزيادة الرزق إنه صلة الرحم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، رواه الإمام البخاري. يبدو أن الناس فهموا صلة الرحم فهما محدودا جدا، يعني في العيد يطل على بعض أقربائه ويتمنى ألا يجدهم ليضع بطاقة مكان زيارته وجلسته معهم. لكن الحقيقة أن صلة الرحم تعني أن تتصل به وأن تزوره وأن تتفقد أحواله وأن تمد له يد العون، إما العون المادي أو الروحي أحيانا أو العلمي. لا بد من أن يرعى الغني الفقير ويرعى القوي الضعيف ويرعى العالم غير المتعلم. صلة الرحم أحد أسباب زيادة الرزق. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم.